بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحاه في الدارين، آمين. المجلس الأخير في النوع 38 فيما وقع فيه بغير لغة العرب، ووقفنا عند حرف القاف. قراطيس، قال الجواليقي يقال إن القرطاس أصله غير عربي، وهو يطلق على الأوراق. قسط، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال القسط العدل بالرومية. قسطاس، أخرج الفريابي عن مجاهد قال القسطاس العدل بالرومية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال القسطاس بلغة الروم الميزان. والميزان ده رمز العدل يعني، أو أداة العدل يعني في القسمة يعني. قسورة، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الأسد يقال له بالحبشية قسورة، من أسماء الأسد يعني، زي لؤي كده من أسماء الأسد برضو في أجداد النبي. لؤي ده اسم من أسماء الأسد. الأسد دي 300 اسم في لغة العرب، لأن لما يخافوا من حاجة يكتروا أسمائها، ولما يحبوا حاجة يكتروا أسمائها، ولما يعظموا حاجة يكتروا أسمائها. العرب كده، فهمت؟ قطنا، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال أبو القاسم معناه كتابنا بالنبطية، يعني ما قدره علينا من عذاب، وهذا من سفاهة الكفار انهم يستعجلوا العذاب. طب ما تستعجل الهداية لو انت عاقل، قول يا رب عجل لنا الهداية لو هو عاقل، لا عجل لنا العقوبة. ايه الهبل ده؟ في منتهى الهبل. عشان كده الكفار دول لا عقل لهم صحيح، يعني عندهم مرض عقلي في طريقة ادراكهم لما ينفعهم. يعني يقول اللهم إن كان، قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك، بدل ما يقولوا اهدنا إليه يقول فأمطر علينا حجارة من السماء. إيه الهبل ده؟ يعني شوفوا انت الهبل، واخد بالك؟ فعلشان كده ربنا يقول لهم أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون، هو مفيش فائدة. ليه؟ لأن من حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن ولو جئته بكل آية. وسبب الحكاية دي ان هو اختار الكفر واحبه، فحب الشيء يعمي ويصم، حب الشيء يعمي ويصم، يخلي الواحد يبقى اعمى مش شايف اللي قدامه. فلما اختاروا الكفر منعوا الهداية. ادي كلمة ربك، المانع هو اختيارهم، سوء اختيارهم المانع. لو اختاروا كان ربنا وفقهم، لو اختاروا الهدايه كان وفقهم، لكن هو لا، اختار الهدايه، اختار الكفر، والمؤمن اختار الهدايه. قفل، ام على قلوب اقفالها. حكى الجواليقي عن بعضهم انه فارسي معرب. قمل، قال الواسطي الدبا بلسان العبرية والسريانية. قال أبو عمرو لا أعرفه في لغة أحد من العرب. معروف القمل يعني الأمل، يعني عايزة تفسير لي؟ تهرش كده تلاقيها في شعرك لما يكون إنسان ما بينظفش نفسه كتير، تحشر تعيش كده في الشعر. قنطار، أما يبقى حاجة ألف ألف عددها ألف يسموه قنطار في لغة العرب، ألف دينار يسموه قنطار، كويس؟ ولما كان الدينار بعد في فترة الخلفاء وصل الدينار 12 درهم، أيام النبي كان الدينار 10 دراهم،
وبعدين بعد كده رخصت الفضة شوية لأن الدراهم فضة، فكان يفكوا الدينار ب 12 درهم، فصار القنطار 12,000 درهم اللي ما يعادل ايه؟ 1000 دينار. يبقى قنطار ذكر الثعالبي في فقه اللغة بأنه بالرومية 12,000 أوقية. وقال الخليل زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهبا أو فضة. وقال بعضهم انه بلغه بربر 1000 مثقال، والمثقال هو الدينار يعني. وقال ابن قتيبه قيل انه 8,000 مثقال بلسان اهل افريقيا. والخلاف باختلاف الوزن، الدينار الافريقي وزنه اقل من الدينار ايه؟ الرومي، وبالتالي ما يعادل 1000 دينار رومي يساوي مثلا ايه؟ 8,000 مثقال افريقي، على حسب الوزن ما فيه من قدر ذهب. الدينار الرومي كان 4.25 جرام ذهب عيار 21، 4.25 جرام ذهب عيار 21. القيوم سبحانه قال الواسطي هو الذي لا ينام بالسريانية. كافور في سورة ايه؟ كافورة في سورة الإنسانة. ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرب. كفر أو كفر، قال ابن الجوزي كفر وكفر، عنا معناه أمحو عنا بالنبطية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم، قال بالعبرانية يعني غطى عنهم سيئاتهم فلا يعاقبوا من أجلها، عمل لهم غطاء كده على إيه؟ السيئات إيه؟ علشان إيه؟ ما تستوجبش العقوبة. ادي معنى التكفير جاي من كفر، كفر كفر غطى، فهمت؟ كفلين ايه عايز ايه؟ قال بالعبرانية محى عنه، في زيادة يعني؟ لا هي نفس المعنى اللي كفر يعني محى. انا عندي محى عنه كاتبها لي ايه في النسخة بتاعتي في الهامش، مع انه فوق كان يثبتها لي فوق على عادة الشيخ متولي منصور رحمه الله، هو اللي محقق النسخة دي، يقوم يخلي الصح يكتبه في الهامش والخطأ يثبته في أصل الكتاب. أنا عجيبة، أنا مش عارف إيه اللي حصل، يا إما هو بقى كان عامل مسودة واداهم قبل ما يراجعها في إيه للمطبعة فاتطبعت على كده، فإحنا على أي حال هنصحح. يبقى محى عنهم، نحط محى عنهم، بس هي معروفة المعنى يعني. مش انت لما بتمحو حاجة بتغطيها كده بخط تشطب عليها؟ هي نفس المحو، مش كده برضو؟ كفليني. اخرج ابن ابي حاتم عن ابي موسى الاشعري قال كفليني يعني ضعفين بالحبشية. كنز، ذكر الجواليقي انه فارسي معرب. كورت، اخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير كورت غورت وهي بالفارسية. لينا، ما قطعتم من لينا في سورة الحشر، يعني ايه؟ نخلة صغيرة، يبقى لينا هي النخلة. في الإرشاد للواسطي هي النخلة. وقال الكلب لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. متكئا، واعتدت لهن متكئا. متكئ اسم الأنواع ايه؟ اللارنج، عارف اللارنج؟ زي البرتقانه بس كبير شويه كده، لون الليمونه وفي حجم البرتقانه، يسموه لارنج، عارفه انت بتشوفه؟ بيستعملوه للتخسيس، ياخدوه كده يشربوا عصير لارنج عشان يخسوا، الناس اللي في شله يعني، واخد بالك؟ يبقى اعتدت لهن متكئا يعني جابت لهم لارنج، وادت مع اللارنج سكاكين. انت بتفتكر متكئا يعني ايه؟ انتريه يقعدوا عليه يتكئوا، مش كده برضه؟ لا، متكئا يعني لارنج، يعني برتقال، نوع من الايه؟ الموالح، بس الموالح الحمضيه. اخرج ابن ابي حاتم عن سلمة بن تمام الشقري قال متكئا بلسان الحبش يسمون الترنج او الترنج متكئ، والترنج فاكهه من الحمضيات اللي يسموها المصريين لارنج.
وبيسموها في في الحديث أترجة. فاكرين انتوا الحديث؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل لك مثل الأترجة. ها؟ مجوس. ذكر الجواليق أنه أعجمي. مرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حكى الجواليق عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي. مسك. ذكر الثعالبي أنه فارسي. مشكاه. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال المشكاة القوة بلغة الحبشة. عارف أنت لما تعمل حيطة، أعمل جدار حيطة كده وتعمل جواها تجويف عشان تحط فيه اللمبة، التجويف ده هو ده إيه؟ المشكاة. فالمشكاة تحط فيها المصباح، مش كده برضو؟ تبقى قوة مسدودة، لو مفتوحة تبقى نافذة، شباك يعني ويندو. طب لو مسدودة تبقى رف، فهمت؟ والرف ليس مول مشكاة، كمشكاة فيها مصباح، والمشكاة كانوا يعملوها عشان يحط فيها المصباح يبقى ايه معزول عن الهوى شوية، يوم ايه ما يطفيش. في البيوت اللي انت ما عشتش فيها، انت دلوقتي بتعيش في المدينة ما شاء الله، واخد بالك، تعمل كده تلاقي الدنيا نورت. كانوا زمان لا، يولعوا كده بالكبريت ويحطوا الشمع ويحطوا اللمبة الجاز، اللمبة رقم 5 واللمبة رقم 10. انا شفت الحاجات دي بس وانا في ابتدائي صغير. والكلوب، سمعت عن الكلوب؟ شفتوه انتوا؟ طب والله ده انتوا طلعتوا عواجيز اهو. يعني في حاجات ايه بتختفي بمرور الوقت لما يتقدم الناس. يا رب يا كريم. يبقى مشكاة، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال المشكاة القوة بلغة الحبشة. مقاليد، مقاليد السماوات والأرض. أخرج الفريابي عن مجاهد قال مقاليد مفاتيح بالفارسية. وقال ابن دريد والجواليق الإقليد والمقليد، المفتاح فارسي معرب. مرقوم. قال الوسط في قوله تعالى كتاب مرقوم، أي مكتوب بلسان العبرية. مزجاة، ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. المزجاة البضاعة الحقيرة القليلة في القدر والقيمة، دليل فقره. يعني واحد مثلا بيبيع بضاعة كمية قليلة وبضاعة كمان قليلة، يعني راجل بيبيع فجل وقدامه ثلاث أربع إيه؟ ثلاث أربع حزم. ده دي بضاعة مزجاة. فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ قليلة القيمة والقدر. يعني الناس تزهد فيها. يعني بيستعطفوا سيدنا يوسف، جئناك ببضاعة مزجاة، إحنا ناس جايين من بلاد كلها فقر، ما عندناش إلا ده، هو ده أحسن حاجة عندنا قدرنا نجيبها لكم. فهمت؟ يبقى مزجاة. قال الواسطي مزجاة قليلة بلسان العجم، وقيل بلسان القبط ملكوتة، ملكوتة السماوات والأرض. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى ملكوت، قال هو الملك، ولكنه بكلام النبطية ملكوتا. الملك لأنه لا يرى، فأطلق على كل ما لا يرى من خلق الله ملكوت. فهمت؟ يبقى عندنا كل العالم الغير مرئي وهو موجود نسميه ملكوت. زي الملائكة موجودة لكن بنشوفها؟ شوفهاش، يبقى نسأل عليها ايه؟ ملكوت. طب الجنة موجودة شايفينها؟ ما شفناهاش، يبقى اسمها ايه من عالم الملكوت. النار موجودة ما شفناهاش، واخد بالك؟ اللي هي جهنم يعني، مش النار اللي انت البوتاجاز بتاعك يعني، بنتكلم على النار التانية. حكم انت مخك، اصلك انت مضلم دلوقتي عايز تنام وانا قاعد بفوق فيك عشان اديك الدرس. صح صح. يبقى النار اللي ربنا خلقها يعذب بها الكفار دي موجودة، لكن هل احنا شفناها؟ يبقى من عالم الملكوت. طب العرش، عرش الرحمن ده موجود، ربنا خلقه. طب انت شايفه؟ يبقى ملكوت. يبقى كل ما هو موجود ومخفي عن الإحس
يسموه ملكوت، وكل ما هو موجود في نطاق الحس يسموه ملك، يبقى ملك وملكوت. فهمت؟ غيب وشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالملك علشان من الملكوت فسموا الملكوت بمعنى الملك برضو، باعتبار انه ايه الملك رمز لايه للعالم الموجود الغير مرئي. واخرجه ابو الشيخ عن ابن عباس وقال له سيف الاشهاد هو الملك بلسان النبط مناص، المناصل والمهرب يعني. قال ابو قاسم معناه فرار بالنبطية من سأة. فلما ايه قضينا على الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان قاعد كده بيراقب الجن مسخرين خدم عنده وساند على المنساك، مات على الوضع ده. فالجن طول النهار قاعدين يشتغلوا والليل لانه باصص لهم، وقعدوا كده سنوات طويله وهو ما بيتحرك، اتاري مات وما يعرفوش. فهذا يدل على ان ان الانبياء اجسادهم لا تتغير بالموت، دي دلاله من القران. فين بقى دبت الارض اللي هي الارضه؟ الارض هنا بمعنى الارضه، مش ليس الارض اللي انت عايش عليه، دبت الارض اللي هي معنى الاراضه اللي بتاكل الخشب. قعدت دبت الارض دي تاكل في الخشب بتاع المنسأة، تاخد لها سنين على ايه؟ على ما تاكل الجزء من الخشبه دي تقوم ايه؟ تقع. فلما خر عرفوا انه مات، فدخلوا يناموا بقى، ما ناموش بقى لهم سنين قاعدين بيشتغلوا للنهار. فاهم؟ عشان تعرف بس ان الجن لا تعلم الغيوب يا سيدي. وانت خايف من السحر والسحرة، وصلت علي جن وركبني جن، ده انت اللي تركب من الجن. جن ايه؟ جن اضعف منك يا ابني، اضعف منك فعلا، لان اللي ليه كتلة اقوى من من اللطيف. انت ليك كتلة ووزن، والتاني موجة، واخد بالك؟ مين الاقوى؟ الكثيف اقوى من اللطيف، صح ولا لا؟ وبالتالي ربنا خلانا ما نشوفهمش لان هم اضعف من اننا محتاجين نشوفهم، وجعلهم هم يشوفونا عشان يتجنبونا. ما انت وانت ماشي كانك قطر ماشي لا تدوس واحد فيهم، لان انت اقوى منهم من حيث الكتله. فهمت؟ لكن الناس للاسف اتربوا على ان هم يخافوا من الشياطين والجن. تخاف ايه يا ابني؟ انت تخاف من شياطين الانس اكتر، شياطين الانس دول اخطر من شياطين الجن. فهمت؟ شيطان الجن يبص عليك من بعيد يجري يخاف منك، يقول لك هيجي قطر. عارف انت وانت ماشي في الشارع تبص كده وتبص العربيه تخبطك، هو الجن برضه هو ماشي يبص كده ويبص كده، لاحسن يكون بني ادم ماشي علشان يسلل بسرعه. يبقى الجن كائنات اضعف من حيث ايه؟ من حيث الجسمانيه، لكن لكونها لطيفه بتنطلق اسرع. بس ادي كل الحكايه، يعني خصائصها ان في الانتقال سريعه لانها موجات زي الصوت كده، تنتقل بسرعه وتخترق الايه؟ الجدران. فهمت؟ ادي كل الحكايه، لانها لطيفه مش كثيفه. انت تمشي في الجدار تروح خابط فيه يمنعك، لا هو ينفذ فيه. فهو عنده بعض الطاقات اللي هي لكونه لطيف انه يخترق، بس ادي كل الحكايه. لكن انت اقوى منه، وعشان كده انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهزم بيها جيش من الجن. طب قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده وجاي واحد يقتلك وماسك سكينه، والله ولا لو قريت عليه سوره البقره هيقتلك، هيقتلك. عشان تعرف ان شياطين الانس اخطر، شياطين الانس اخطر. وأخرجه أبو الشيخ مناص، قال أبو القاسم معناه فرار من سأة. أخرج ابن جرير عن السدي قال المنسأة العصا بلسان الحبشة، منفطر به، والسماء منفطر به،
أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: السماء منفطر به، قال: ممتلئة به، بلسان الحبشة. مهلة، قيل هو عكر الزيت، بلسان أهل المغرب حكاو شيذلة، وقال أبو القاسم بلغة البربر: ناشئة الليل أشد وطأ، وفي قراءة أشد وطاء وأقوم قيلا. أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل قيام الليل بالحبشية. وأخرج البيقي عن ابن عباس مثله. نون، حكى الكرماني في العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله النون، ومعناه اصنع ما شئت. هدنا، إن هدنا إليك، سيدنا إيه موسى قال كده. قيل معناه تبنى بالعبرانية، يبقى هدنا يعني تبنى. حكاه شيذلة وغيره. هود، قال الجواليقي: الهود اليهود، أعجمي. هون، يمشون على الأرض إيه؟ هونا. أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا، قال: هي حكماء بالسريانية. أنا مكتوب عندي حلماء في نسختي. حد عنده حلماء؟ ها؟ على أي حال الحلم من الحكمة، لكن هي صلحها حكماء. أنا عندي في نسختي حلماء برضو، لكن صححها على أي حال. وأخرج عن الضحاك مثله. وأخرج عن أبي عمران الجوني أنه بالعبرانية: هيت لك، هيت لك، هئت لك، كل دي قراءات فيها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هيت لك، هلم لك بالقبطية. وقال الحسن: هي بالسريانية كذلك. أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالحورانية كذلك. أخرجه أبو الشيخ. وقال أبو زيد الأنصاري: هي بالعبرانية، وأصله هي التلج، أي تعالى. مكتوب عندك هي تلج بالجيم كده؟ لا، لا، هي تلج، حط تاء، هي تلج. وراء، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وكان وراءهم ملك، مش كده جت وراء كده هنا وهنا في البقرة وفي الكهف. طيب، وراء قيل معناه أمام بالنبطية، وحكاه شيذلة وأبو القاسم. يقول لك: ومن ورائه عذاب إيه؟ غليظ. وراء يعني أمام، ويوم القيامة ده جاي في المستقبل، مش كده برضو؟ وقال عليه من ورائه، يعني هو يقصد أمامه. يبقى كلمة وراء تستخدم بمعنى الأمام. ومن وكان وراءهم ملك يأخذ كل، يعني وكان أمامهم ملك منتظر قدام هياخذ السفينة. يبقى وراء هنا بمعنى إيه؟ أمام. قيل معناه أمام بالنبطية، وحكاه شيذلة وأبو القاسم. وذكر الجواليقي أنها غير عربية. وردة كالدهان، وردة ذكر الجواليقي أنها غير عربية. وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، سورة القيامة، مش كده؟ وزر، قال أبو القاسم: هو الحبل والملجأ بالنبطية. ياقوت، ذكر الجواليقي والثعالبي وآخرون أنه فارسي. يحور، ظن أن لن يحور، في سورة الانشقاق. أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، قال بلغة الحبشة: يرجع. يحور يعني يعود إيه؟ للبعث والنشور. ظن أن لن يحور. على عدد كثير من الكفار أنكروا البعث والنشور. وأخرج مثله عن عكرمة. وتقدم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن عباس: ياسين. أخرج ابن مردوي عن ابن عباس في قوله تعالى: ياسين، قال: يا إنسان، بالحبشية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: ياسين، يا رجل، بلغة الحبشة. ويا زول، بلغة السودان. شو قالك زول؟ طيب، وزلمة بلغة الشام.
ها كل دي رجل يعني زلمة وزول وياسين وراجل كل دي لغة ايه لمعنى واحد. يصدون فلما ضرب ابن مريم مثلا ايه ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوا لك الا جدل. سورة الزخرف. وربنا لما قال ايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. فابن الزبعري قال لهم انا هحرج لكم بقى ايه محمد وحاشا ان يحرجه احد والله معه صلى الله عليه وسلم. قال لهم خلاص مش هو بيقول كده هاتهولي بقى عشان احرجه. فراح ايه جابوا الزبعري وسيدنا محمد والناس جايه واقفه قال يعني هيسالوا سؤال يحرجه. فبيقول له ايه ألم تقل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. رضينا أن نكون مع عيسى بن مريم فقد عبد من دون الله. شفت بقى قال يعني بيقيم عليه الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب له إجابة واضحة قبل أن ينزل عليه القرآن. قال له لم يرد ذلك لو رضي لدخل ولكن هو لم يرد ذلك فبرئ. هو أول ما قال السؤال ده رضينا أن نكون مع عيسى بن مريم إذا قومك منه يصدون يهرجوا بقى ويصفروا. قال يعني كده أقام الحجة على سيدنا الرسول. فالنبي سابهم لما الجلبة دي سكتت وراح أجاب. وبعد كده نزلت الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم إيه خالص. يبقى يصدون يعني إيه يصفروا ويسقفوا ويتنططوا ايه عملوها جلبة يعني. فهمت ازاي؟ قال ابن الجوزي معناه يضجون بالحبشية يصهر يصهر ما في ما في بطونهم والجلود. قيل معناه ينضج بلسان اهل المغرب حكاه شيدلة. اليم قال ابن قتيبة اليم البحر بالسريانية وقال ابن الجوزي بالعبرانية وقال شيدلة بالقبطية. ما فيش مانع ان تبقى كلمة واحدة في عدة لغات مفيش مانع. اليهود قال الجواليقي اعجمي معرب منسوبون الى يهوذا ابن يعقوب فعرب باهمال الدال. فهذا ما وقفت عليه من الالفاظ المعربة ده كلام الامام السيوطي بقى بيقول فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين. يعني عشان يجمع لك كده قعد سنين يبحث لحد ما ايه ريحك وحطها لك قدامك مرة واحدة. ولم تجتمع قبل في كتاب قبل هذا. وقد نظم القاضي تاج الدين ابن السبكي اللي هو عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي من سبك الضحاك أيام المنوفية أبو نصر ده اتولد سنة 828 عبد الوهاب السبكي وابنه تاج الدين. القاضي تاج الدين اللي هو ايه عبد الوهاب ابن علي ابن كان هو وابوه من كبار العلماء رضي الله عنهم حتى انه ادعى الاجتهاد المطلق في زمانه واخد بالك ولم ينكر عليه احد من العلماء كانهم سلموا له. يعني انا بيقول ايه يقول انا لست شافعيا انا اجتهدت فوافق اجتهادي مذهب الشافعي. فهمت ازاي؟ قال كده انا مش شافعي يا جماعه انا مش مقلد انا مجتهد بس انا لما جيت اجتهدت لقيت كل الاراء اللي انا اتخذتها ووجدتها صواب لقيتها مذهب الشافعي فانتوا ظنيتوا ان انا شافعي لكن انا مش شافعي. فهمت؟ هو قال كده يعني وعشان كده سلموا له. واللي قال كده زيه ابن دقيق العيد برضه واخد بالك ازاي اجتهدت فوافق اجتهادي الشافعي. المهم وقد نظم القاضي تاج الدين ابن السبكي منها 27 لفظا في ابيات وذيل عليها الحافظ ابو الفضل ابن حجر اللي هو العسقلاني بابيات فيها 24 لفظا وزيلت عليها بالباقي وهو بضع و60 فتمت اكثر من 100 لفظة. فقال ابن السبكي كانوا يحبوا يعملوها شعر عشان ينسوا حفظها يعني. السلسبيل وطاها كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور
والزنجبيل ومشكات سرادق مع استبرق صلوات سندس طور كذا قراطيس ربانيهم وغساق ودينار والقسطاس مشهور كذاك قسورة واليم ناشئة ويؤت كفلين مذكور ومسطور له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور. وقال ابن حجر وزدت حرم ومهل والسجل كذا السري والأب ثم الجبت مذكور. الأب وفاكهة وأب في سورة ايه اللي هن عليها الحشيش زمان فاكرين بعد أباريق قال الأب فاكرين انتوا زمان زمان اللي هو أول امبارح ما انت بتنسى يا اخي حاجة والله. طب انت افطرت ايه أول امبارح؟ ناسي يا مسكين ناسي يا مسكين. إذا كنت انت ناسي اللي كلته أول امبارح تفتكر اللي سمعته أول امبارح هيهات هيهات. ربنا يذكرنا ويعلمنا يا الله يا كريم. وزدت حرم ومهل والسجل كذا السري والأب ثم الجبت مذكور وقطنا وإناه ثم متكأ دارست يسهر منه فهو مسهور وهيت والسكر والسكر الأواه مع حصب وأوبي معه والطاغوت مستور سرهن إصري وغيض الماء مع وزر ثم الرقيم مناص والسنة النور. وبعدين زود عليهم بقى السيوطي لا هم كملوهمش زود عليهم. وزدت ياسين والرحمن مع ملكوت ثم سينين شطر البيت مشهور ثم الصراط ودري يحور ومرجان ويم مع القنطار مذكور وراعنا طفق هدن ابلعي ووراء والأرائك والأكواب مأثور هود وقسط كفر رمزه سقر هون يصدون والمنسات مسطور شهر مجوس وإقفال يهود حواريون كنز وسجين وتتبير بعير آزر حوب. ما أنا قلت لك آزر دي بمعنى إيه؟ يعوج مش اسم أبوه على قراءة يعقوب الحضرمي قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة دي قراءة يعقوب الحضرمي كده كأنه بيقول له يا أعوج يا كافر بتتخذ الأصنام الآلهة جاية من الوزر يعني يا مرتكب الوزر فهمت ده على إيه على أحد الأقوال. وفي أقوال تانية آزر أتتخذ أصنام لأن اسمه آزر واضح فاسم على مسمى فهمت يبقى اسم على مسمى زي واحد اسمه ضلالي وهو ضلالي واخد بالك ازاي اسم على مسمى. بعير آزر حوب وردة عرم إل ومن تحتها عبدت والسور ولينة فومها رهو وأخلد مزجات وسيدها القيوم موقور وقمل ثم أسفار عنا كتبا وسجدا ثم ربيون تكثير وحطة وطوا والرس نون كذا عدن ومنفطر الأصباط مذكور مسك أباريق ياقوت رووا فهنا فهنا ما فات من عدد الألفاظ محصور وبعضهم عد الأولى مع بطائنها والآخرة لمعاني الضد مقصور. وكده يبقى انتهينا من هذا ايه النوع وغدا نبدأ النوع 39 في معرفة الوجوه والنظائر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.